السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وإن شاء الله دائما تكونوا بألف خير. بداية أخوان صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. راح أشرح بهذا الفيديو عن إنشاء حساب هواوي لجهازك الهواوي. لما بتعمل تجيب أنت جهاز هواوي يفضل إنك تنشئ حساب هواوي مثل حساب السامسونج، بيكون لتليفون سامسونج ولباقي أنواع الأجهزة. هذا الحساب شو بفيدك؟ بفيدك إنه مثلا بتدخل على ميزات هواوي الموجودة بتليفونك، تقدر تستخدمها تستفيد منها. متجر التطبيقات تبع هواوي فينك تدخل عليه، يعني حساب مثل الجيميل يعني بيكون، بس هذا للهواوي. إذا ضاع تليفونك فينك من خلال الحساب تروح على شركة هواوي وتقدم حسابك، لأنه هذا حسابي كان موجود بالجهاز هذا، هن بيساعدوك بحيث إن يعثروا لك على الجهاز. بداية قبل ما أبلش بهذا الفيديو، إذا كنت ما مشترك بالقناة يا ريت تشترك بالقناة وتضغط على زر اللايك، لأن زر اللايك بيساهم بانتشار الفيديو بشكل أوسع. تابعوا معي الشرح للنهاية. يلا نبلش. طبعا هذا جهاز هواوي. لحتى ننشئ حساب هواوي ندخل على الإعدادات، بعدين ندخل على تسجيل الدخول بحساب هواوي. طبعا نحن ما عاملين حساب، فلذلك بتطلع لنا قائمة بهالشكل، بيطلب منك تحديد البلد والمنطقة، نقول له التالي، بنضغط على كلمة موافق. بعدها هون بيطلب منك قازونات، نقول له نعم. ونمشي معه مثل ما شايفين. هو بنختار تاريخ الميلاد، يفضل انك تحط تاريخ ميلادك حسب هويتك الشخصية كونه هذا حساب شخصي لإلك. بعدين بتضغط على التالي، بيعطيك استخدام عنوان بريد الكتروني او استخدام رقم هاتف. راح نحط بريد الكتروني هلا، نحن نتأكد من صحة البريد الالكتروني اول شيء عشان يكون صح ما نكون مخربطين، لأن بدي بعت لنا رسالة تأكيد عليه. بعد ما ندخل البريد الالكتروني بنضغط على كلمة التالي، بيعطيني جهاز التحميل. بعد منه هون بيطلب مني نحط كلمة سر. طبعا الصورة ما طلعت بالتصوير لأني من أمان التليفون هو ما كان يطلع الصورة، لأن هذه معلومات سرية بيعتبروها ما بصير تظهر، مثل أمان للحساب يعني. مهم بعد ما ندخل كلمة السر ونضغط على موافق، ننزل الشارع بنلاقي جانا إشعار على حساب الجيميل، نضغط عليه نشوف اني بعتولنا رسالة اني قد اخترت هذا الحساب ليكون هو حساب هواوي خاص بك. نضغط على كلمة تحقق، جار التحقق حتى يتأكد انك انت انسان عادي مانك روبوت. بيطلب منك تحط هيدي القطعة محلها مثل ما شايفين، سحبتها حطيتها محلها، تمت العملية بنجاح. بهالحالة بكون عملنا تحقق للبريد، أكدنا البريد بحسابنا اللي عملناه مثل ما شايفين. تحقق العنوان البريد الإلكتروني، نضغط على تم التحقق تحت بالأسفل. بعد ما نضغط عليه بيعطيني لقد تم التحقق من حساب هواوي خاص بك، نقول له حسنا ونكمل. بيعطيني تم تفعيل الحساب، نعمل تسجيل دخول مثل ما شايفين تحت هون، بياخدنا على حساب هواوي لحتى نسجل الدخول. نحط على الايميل اللي عملناه، ادخل الايميل حتى نسجل دخول على هواوي. بعد ما ادخلنا الايميل بنكتب كلمة السر، بعدين بنضغط على تسجيل دخول. مثل ما شايفين طلع لي مركز الحساب، هذا بدون اسم مستعار كاتب لي هل تريد حفظ كلمة مرور، راح نعمل له حفظ بالجهاز. هون هيدي القائمة بتطلع لك لما بتنشئ الحساب وبتدخل تعمل تسجيل دخول. ولو انت بتعدل على الحساب، بتحط الاسم، بتحط صورة شخصية، يعني بتعمل انت شو بدك تعمل، بتحط الشغلات اللازمة، اسم الاول واسم العائلة، تختار الجنس اذا ذكر او انثى. هون معرف الدخول، انت بتحط فينك تحط معرف دخول خاص فيك، اسمه معرف الدخول مشان تسجيل الدخول، يعني فينك تحط المعرف بدون ما تحط الايميل. بعدين تضغط على موافق. طبعا هذا كل شيء بخصوص انشاء حساب هواوي، أتمنى يكون أفادكم هذا الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.